يكون بالإمام علي عليه السلام وطعم بالنبي. تفضل سيدنا كمل، احنا عبالنا هذا. تفضل سيدنا. طيب حجي العزيز، أقول أنه الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم يفهمه فهما موضوعيا، يعني يأخذ كل الآيات المتعلقة مثلا بعلم الغيب ثم يخرج بنتيجة، ولا يأتي إلى آية واحدة ويبني عليها عقيدته ويبني عليها إشكاله كما فعل الأخ الحاج عبد الله يحفظه والأخ الباقر. أجابه من القرآن الكريم، قال عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. ثم علماء السلفية وعلى رأسهم المفسر صديق بن حسن بن علي بن حسين القنوتي النجاري، وهذا من مفسري السلفية المشهورين، يقولون في تفسيره تفسير سلفي أثري خالي من الإسرائيليات والجدليات المذهبية والكلامية يغني عن جميع التفاسير ولا تغني جميعها عنه. حينما يأتي إلى هذه الآية ولولا فضل الله عليك ورحمة لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يقول فالجملة في معنى العلة لما قبله والحكمة أي القضاء بها، وعلمك أي بالوحي من أحكام الشرع وأمور الدين أو علم الغيب وخفيات الأمور إلى آخر كلام، علم الغيب وخفيات الأمور. بل أكثر من هذا، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وبسند صحيح في كتاب ابن عبد البر، في كتاب ابن عبد البر يذكر بسند صحيح يقول إن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قام وهو على المنبر فقال سلوني والله لا تسألوني عن شيء حتى قيام الساعة إلا أخبرتكم به. هذا جامع بيان العلم وفضله، والسند الصحيح صححه ابن كثير وصححه كثير من العلماء، وهنا أيضا مصحح يقول قال شهدت عليا وهو يخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة، يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بليل. موقف سيدنا، هذه نقطة مهمة جدا. لا خليها سيدنا. نعم. على الشيخ الله يرضى عليه. شوفوا أخواني، هذا الكلام أنا ما أدري، هذا الكلام اللي أظهره السيد ميثم، يقول أن علي عليه السلام يخطب وهو يقول سلوني فوالله. أنا أريد فقط تركزون على بعض النقاط اللي أنا أقدم الأخ فارس السعيدي والسفيان وكل الأخوة اللي على الدور. أريد تركزون على نقطة. ما الذي يدعو إنسان أن يقسم بالله تبارك وتعالى؟ هو يقول فوالله، يعني معناه أنه هؤلاء كانوا لعلهم يشككون بالإمام علي عليه السلام، ونفسهم اللي موجودين الآن في عصرنا الآن. الإمام علي عليه السلام كان يحارب أولئك، وإحنا أبناء علي بن أبي طالب نحارب أفراخ أولئك بالضبط. يقول فوالله لا تسألوني عن آية من القرآن الكريم، والقرآن الكريم شامل ما فيه نقص، القرآن الكريم شامل ما فيه نقص. لذلك أحسنت سيدنا الله يبارك بك ورحم الله. حجينا بعد القضية في صحيح البخاري وفي غير صحيح البخاري. أسأل الآن ابن تيمية كلامه الذي يذكر ابن القيم في مدارج السالكين حينما تنبأ بهزيمة التتر، فقيل له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا ابن القيم في مدارج السالكين تلميذ ابن تيمية، يقول لقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية أمورا عجيبة وما لم أشاهد منها أعظم وأعظم. شاهدت من عنده أمور عجيبة وما لم أشاهده أعظم وأعظم. شنو شاهدت منه يا ابن القيم؟ يقول ووقائع فراسته تستدعي سفرا ضخما، يحتاج سفر ضخم لكي نطلع على ما قاله ابن تيمية في هذا الباب. هو قال أنه في اللوح المحفوظ أيضا لما قال أنه
أخبرني أن التتار يفعلون كذا كذا، لقد كتب الله في اللوح المحفوظ هذا. نعم، يقول وأخبر أصحابه بدخول التتار الشام حتى السنة المعطيها سنة 99 و600، وإن جيوش المسلمين تكسر، وإن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام. مو هاي المصيبة، المصيبة أخواني وين؟ لما يقال له ثم أخبر الناس والأمراء، يقول سنة 72 لما تحرك التتار وقصد الشام إن الدائر عليهم والهزيمة وإن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمين، أكثر من 70 يمين يقسم ابن تيمية إن الهزيمة على التتار. يقول ذلك، قال فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، قد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. هذا ما يقول في اللوح المحفوظ. طيب من الذي يطلع على اللوح المحفوظ؟ يعني ابن تيمية الله عدهم، والله ما أعرف يا أخوان، والله بلو. ثم يقول إنهم مهزومون في هذه الكرة، وإن النصر. بس سيد قبل ما تكمل أريدك تكبر الصورة، أريد هاي وين في أي باب، بس أقرأ لنا منزلة شنو؟ منزلة الفراسة. أحسنت، بس أردت تكبر ليها لأن راح نحتاج هذه الجملة بعدين إن شاء الله. إن شاء الله هسه أكبرك إياها. أنا مو أنا كل هذا الكلام ما يهمني. نعم. يقول وأن النصر جيوش الإسلام، قال وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجه، قبل لا يطلعون انطاهم الحلاوة حلاوة النصر، يعني هم منتصرين عند ابن تيمية ما بيه كل مجال. وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر، مطر مطر. طيب ولما طلب إلى الديار المصرية وأريد قتله بعد أن كلام طوي، طبعا أرجع للصفحة اللي وراها. طيب سيدنا الكلام، فقيل يقول إن شاء الله إن شاء الله، قال تحقيقا، شوفوا لا تعليقا، يعني لا تعليق بمشيئة الله، هذا متحقق ليس له دخل بالمشيئة. طيب لما يقول إن شاء الله، قد يشاء الله أو لا يشاء، يتعلق بالمشيئة. أبو باقر إحنا بعد عندنا يعني 5 دقائق على البث، فأنت ما أدري تريد هذا لو أقدم. نعم نعم، لا بس ويا السيد أنهي بهاي الملاحظة حجي، أنهي طيب. بهاي الملاحظة ب30 ثانية 15 ثانية. أخواني طيب. الأعزاء، هؤلاء الذين يستكثرون على النبي وعلى أئمة أهل البيت علم الغيب، عندهم في صحيح البخاري يا أخوان طفل يعلم الغيب، طفل هذا في صحيح البخاري يعلم الغيب. يقول وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب دشارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها رضيع وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، لا تسويني مثله. ثم يقول ثم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله يمص إصبعه، يعني النبي لما قالهم رضيع النبي كاب إصبعه يمصه حتى يمثل لهم القضية. ثم مر بأما فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها، فقالت لم ذاك؟ خاطب الرضيع، الرضيع يعلم الغيب ويتكلم، يتكلم يا أخوان بلسان فصيح. فقال الراكب جبار من الجبابرة، ما شاء الله، وهذه الأمة يقولون سرقت زنت ولم تفعل. طفل يعلم الغيب، النبي ما يعلم الغيب، أئمة أهل البيت ما يعلموا الغيب، بس ابن تيمية يعلم الغيب، طفل في صحيح البخاري يعلم، ما في مشكلة. تفضل. هذا الكتاب شوفوا أخوان شو اسمه، علم الغيب في العقيدة الإسلامية، بس حد يشوف مطبوع في المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 2009، أحمد بن عبد الله الغنيمان. اللي قرأه السيد الآن أي باب كان؟ أنا قلت لسيدنا تذكرون جميعا فراسة، اقرأ أنت حجي هذه الفراسة وين موجودة، شوية مو واضحة الفراسة، مو واضحة فوقها شكو علم نسبي أي بالنسبي. نعم المبحث الثاني الفراسة، إذن الفراسة من أي باب؟ أحسنت الغيب النسبي، إذن ابن تيمية يعلم الغيب النسبي وهو كثير عنده. 1-2 صفحة 159 من الكتاب يذكر عن عمر
أنه في أي باب الغيب، اسمعوا اقرأوا، الغيب النسبي، ومن تلك الأمثلة أنواع كثيرة. ما رواه البخاري عن عمر، هذا الغيب النسبي، يعني يعلم الغيب. الله أكبر، غيب عمر. هذا هذا بعد مطبوع بالسعودية ولا وين مطبوع؟ طيب طبعا هواي أمور كثيرة. لا لا، هذا 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 خطير. الله أكبر، يعني السعودية تروج لعلم الغيب للبشر. الله أكبر مولاي. مو بس هذا، حتى علم الغيب وين؟ في الأحكام الشرعية التي حكم بها عمر. وفي هذا تنبيه، وفي هذا المبحث لن يكون الحديث عن المحدثين الملهمين من منطلق أنه يمكن لهم أن يلهموا أحكاما وشرائع يأخذ الناس بها ويلزمونهم، نظرا لأنها جاءت من محدث، والمحدث يلهم من الله، فالحكم إذن صادر من الله، فيكونون بمنزلة الأنبياء المشرعين. الله أكبر يا ربي. يلا خلينا نجاوب. الله أكبر. عندي بعد، عندي بعد كتابين ثلاثة عن الفراسة والأدلة الاستئناسية تتكلم على نفس الموضوع، وهذه الأدلة الاستئناسية التي ذكرت بحق عمر كلها من الغيب النسبي وبعضها مطلق. والفراسة هذا كتابين الآن إن شاء الله نكملها من بعد الحلقة. أبقى يا أخواني، أبقوا، سنستمر في الحلقة. الله يبارك بكم ويحميكم من كل سوء. أخواني، أنا أستغل هذه الثواني وإلى أن أقدم الأخوين بعد أن نستمر إن شاء الله. شوفوا أخواني، المسألة هي مو مسألة البحث العلمي لشرح مفهوم الغيب، ما معنى الغيب الذاتي، ما معنى الغيب بتعليم. أنا عندنا روايات الكافي في روايات الكلبي أنه علم من ذي علم، إذا فتحنا هذا الموضوع. لكن المسألة وحقد للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى كما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله: حباهم بعلوم يفتقر إليها الآخرون. ما عنده يعني أبو بكر عمر يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ولذلك سلام على علي يوم ولده ويوم يبعث حيا، وسلام على علي يوم يسقينا إن شاء الله من حوض الكوثر. نحن الشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن الاثنى عشرية على وجه الأرض الذين طبقنا حديث الخلفاء الاثنى عشر، نحن فحق لنا أن نرفع رؤوسنا وأن نفخر بهذا الانتماء. أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى يوم غد أو إلى الحلقة القادمة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الآن